وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين رفية
يا أبت التأجير إن
بدنة لا تقول على أن تأجرني ثمانية حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. صدق الله.